تحياتي لكم أصدقائي على قناة وجه عالم صناعة الألعاب. أصدقائي بحييكم بفيديو جديد للعبة سبايدر مان. هالمرة راح أكمل تختيم سبايدر مان ببعض المودات. راح أختار بكل جزء مود جديد. اليوم المود راح يكون مفاجأة لألكم. طبعا أنا كتبت بالوصف أني راح يكون هو مود ناروتو. راح نشوف أداء اللعبة. راح يكون الموضوع بصراحة نوعا ما مضحك لأني طبعا راح نبدل شخصيات سبايدر مان بشخصيات تانية مختلفة تماما بهالمودات. راح نشوف شلون القصة راح تمشي. بالإضافة أصدقائي إذا أنتوا حابين نحط مود أو بتعرفوا في مود موجود بأحد المواقع ممكن أنا أجربه يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات. أنا أتابع تعليقاتكم. خلونا نشوف أصدقائي اللعبة بمود ناروتو. وبتمنى منكم قبل كل شيء أصدقائي تشوفوا الأجزاء الماضية من لعبة سبايدر مان. أنا عم ختمها على القناة طبعا أول بأول بالإضافة للألعاب الثانية الإضافية اللي موجودة عندي بالقوائم. ولا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وتحطوا لايك للدعم. وخلونا نشوف مود ناروتو بسبايدر مان. يلا بينا. أوكي طبعا هذا هو مود ناروتو. لكل الوحدات حالة احتجاز رهاين. التجمع عند ايست فيلج. حلو يا جماعة نشوف شخصية منحبها نحن موجودة بلعبة منحبها. رجينا نشوف هيك. واو ما في شوي هيك الإضاءة ما كتير زيادة. خلونا نشوف الإضاءة هون. تمام طبعا الدنيا راح تعتم. مش عارف والله إذا كان فينا نغير الإضاءة لكن هيك أفضل شيء هلأ حاليا بساوي. مش عارف أنا كيف كان في عندنا مود للتصوير. إيش كان هو مود التصوير بالله؟ والله ما عندي فكرة أنا نسيت. بس كان في مود للتصوير. أوكي ديسبلاي كاميرا. أوكي هو بالآر يمكن. على كل حال خلينا نجرب نشوف القصة يا جماعة كيف راح تكون شخصية ناروتو. اقفز. أنا ما عندي فكرة يا جماعة مين برأيكم أقوى ناروتو ولا سبايدر مان. أوكي أوه رح نبدل البدلة. طيب رح نرجع للشخصية القديمة لكن هذا الشيء ما رح يمنع أنيتنا رح نرجع على شخصية سبايدر مان بعدين. لكن خلينا نشوف شو وضع القصة بعد ما طلع شرير جديد اللي هو أوكتافيوس. أنا مش عارف حاسس بإيه علشان أنت بتدير المكان ده لوحدك. الناس محتاجة مساعدة. لو نقصت ساعات نومي مش مشكلة. سمعت أي خبر من مستر لي من ساعة؟ لا بس مارتن اللي أعرفه مش كده. أيا كانت أفعاله أنا مش عايزة أفتكره أبدا. إيه؟ عامل إيه مع إم جي؟ دي هي بص الموضوع معقد. حقيقي ده اللي خلاني أنا وفين نعدي المواقف الصعبة. أنتوا بتمروا بمراحل صعبة؟ أكيد لما كنا في سنكم. أنت صادق معاها؟ عارفة حقيقتك؟ غير الموضوع أنا مش هسمع. المتحدث باسم الشرطة أكد أن هذه الشاحنة التي كانت تحمل الجهاز المستخدم في هجوم محطة جراند سانكل. دي ما بتخلصش. بيتر؟ طبعا بيتر رح يلبي النداء ونرجع لشخصية ناروتو اللي هي سبايدر مان. هاي كابتن واتانابي سيب رسالة. طيب انت فين يا يوري؟ كلميني اول ما هي ال هذا هو المود تبع التصوير. والله ذا كاميرا كنترول. اوكي اب داون لايت مود. اوكي هذا هو اللايت مود. هذا هو ناروتو. تفاصيل يا جماعة فظيعة. يعني اللي عامل المود
مهتم بالتفاصيل بشكل كتير كتير كبير. بصراحة أصحاب المودات يعني عندهم 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 خبرة كتير كتير كبيرة بتغيير الأشكال، وهذا بصراحة كتير 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 حلو. بتمنى بعض الشركات تعتمد على أصحاب المودات بتطوير الألعاب. أوه طيب، ناخد فوتو لناروتو. تعال ناخد فوتو. أوكي كيف كان تيك بيكتشر؟ ليتس جو. هاي بادي. طيب أريو شوريو. أوكي وات. أوكي اسمعي فرابلم من. طيب قديش المسافة؟ يكون هناك وفي أمان. لو الشياطين أخذوا طيب العربية، الوضع هيتحول من مصيبة إلى كارثة. Let's go ناروتو. أنا هلا موجود أصلا بالحي الصيني على فكرة. خلينا نعلي أكتر. لا قلنا نعلي أكتر. سريع ناروتو. في ضرب نار، بلاغ عن سطو مسلح، محتاجين ضابط في الموقع، مطلوب ضباط لترتل باي. يلا هيك أسرع. أوه يا ناروتو يا السلام عليك. وصلنا بسرعة يا جماعة. مين قلت كل أي معلومات؟ لازم ألاقي أبراج لتفعيلها. طيب مين رأيكم أسرع، سبايدر مان ولا ناروتو ولا طيارة أو سيارة؟ مش عارف والله. هاي أوكي، إيش الحادث اللي صار هون؟ رايكر لازم نتحرك. يلا ايه اللي حصل؟ ده هجوم مدبر، شكل حد مدبره من برا. كل الزنادين دلوقتي مخترقة، احنا على وشك مقابلة كل مسجونين رايكر في فيفث افنيو. وايه اخبار الرافت؟ الوضع امن، دي مؤسسة بنظام وحدات، تأمين افضل وشبكة طاقة منفصلة. حلو، وايه اخبار ديفلز بريث؟ السمور هتتولى الامر. بتثقي فيهم؟ ما عنديش اختيار تاني. يا سلام. كان لازم تلبس حزام الأمان. هلا هو أنقذه ولا زدته شلفه؟ لعن أبو اللي نفض نفضه. أوكي هلا هدول أنا المساجين. خلص عليهم بسرعة. أنا هتصرف. اوكي وصلوا لمخزن الأسلحة. هو ده وحش شكله. مين هاد مين هاد مين هاد مين هاد مين هاد؟ ده معناه ان في مسكون مع قاذف الصواريخ. ايوه ده وحش، انا هتصرف. حلو اوكي يا سلام. ايش هذا؟ ارجعوا الزنزانات بتاعتكم، كونوا كويسين وهننسى كل اللي حصل. طيب يلا
تمام. اوكي. انا لسه شايفه. لسه في اكتر من هيك. مين كان فاكر ان قذيفه يلا يا نار رجل. السجن فكره كويسه. رد من فضلك، انا رقيب هانسن، في حد سامعني؟ معاك كابتن واتنابي، انت فين؟ مدخل الكهرباء في السطوح عند القطاع ده، بحاول اشغل الكهرباء. هو انت اللي في الهليكوبتر؟ ايوه. ايه اللي حصل هنا؟ يا سلام. مش عارف، في الاول الكهرباء اتقطعت وبعدين المساجين هربوا. استحمل، هنوصل في اسرع وقت. طيب غيره. طيب طريق. الله عليك يا ناروتو. بس هيك؟ إيه شو ضربة واحدة ما بموت. أوكي غيره. طيب هذا ما راح يخلص. وات؟ هنن كلهم فوق. في حد محجوز ورا الباب ده. فك. تمام. حلو. خرجوني من هنا. مين هاد؟ تركيين. هم فين الناس؟ دول بيهاجموا عربيتي. وات؟ اوكي بدي ياخدوا منهم. ساعد المأمور وانا هحاول استعيد الطاقة. تمام دي مهمتي. Let's go. Oh. اوكي لا اضغط واحد اقضي عليهم كلهم. طيب تمام حاسبه الوضع هيسوء اكتر. ده
دايما الدنيا بتبوظ مني. لك شو عم بصير معك؟ اوكي طول بالك علي شوي. اوكي طيب لك هذا شو بيقضي عليهم؟ منين عم بيقنصني؟ انت منين جبت سلاح؟ منين جبت دروع؟ شت تمام باقي منهم قليل. لك شو باقي منهم قليل؟ ما معي فجر حاله. فاضل اثنين بس. بضل عصير What the fuck. ماتوا لا قلب جيش هذا مو سجن. الله الله يا نروت. الرخصة والإقامة من فضلك. دلوقتي بقى تحت السيطرة. افتكرت انك قلتي ان الرابت مؤمن. ده كان يلا. على فكرة شكله مش وحش قوي. بحب التفاؤل لكن من واقع خبرتي لما يسوء الوضع دايما بيطلع اسوأ. مين هاد؟ حسبو. يوري انا بقى سكتي. اثبتي. شيت. انت كويس؟ ايوه. يا اهلا وسهلا بك في الحفلة في ميعاد الالعاب النارية بالصبح. يا حبيبي مبسوط على شوية كهرباء. إلكترو ليه بيخرج الناس كلها برا؟ هروح لمركز التحكم الرئيسي وأشوف مدى سوء الوضع. فهمت. أنا هنضم للحفلة. الكل لازم يرجع للزنازين بتاعته ويقفل الباب وراه. اتفقنا؟ من فضلكم؟ أنا هدبحك يا سبايدر. يعبيكم المداخن.
وحوش يهزمنا. اثبت مكانك. يلا اوكي. وهلا صار في واحد كمان. ايه اطلع لفوق معناتها. لقد رصدنا. ده مش كويس خالص. هش. اهلا يا راينو. اتمنى تحب المفاجأة. مضى الواحد مفاجأة. خارق المطر. بيتكلم عن ايه؟ ايه قوي بالك شوي علي. ما خرجي ادخل من هون. ولا اوكي. ايه الاخبار عندك؟ انا مزنوق في سجن في كل المساجين اللي مسكتهم في اخر 8 سنين. ده كويس جدا علشان ابقى صادق. يا عقرب ممكن تستنى دقيقه؟ كان معايا مكالمه وكانت بخصوص الشغل. كم واحد لازم حارب انا لحالي؟ لو احلى شيء اني بيهربوا. رينا تحت مني دقيقه. انت كويس؟ مش قوي. الكترو وراينو والعقرب اتحرروا. ايه اللي بيحصل في بقيه السجون؟ قررت اطلع نظام المراقبه وهقول لك التفاصيل قريب. تمام انا لازم افضل اراقب الكترو. اوكي خلصت عليهم كلهم. ولا الكترو خرب الدنيا كلها. شت نصب لي فخ. مش كده يا سبايدر مان. انا كنت فاكر ان دي مجرد مطاردة. طب وين عم يهرب؟ لازم اوقف الشخص ده. طيب قلتلي بتشتغل لصالح مين هتسهل معاك. محدش بيقبل ابدا عرضي ده. مسكته. الناس ما شفتكش من زمان. هتاخد كتير من اسف مفيش وقت للكلام. طب منين جابوا اسلحتهم هدول؟ انت لسه معايا تمام. طلعت كاميرات المراقبه على الانترنت. ايه الوضع؟ طيب تقريبا كل مساجين راف هربت. لو حسبنا مارتن لي فده معناه ان 5 من اسوأ اعداء ادموا احرار. للحظه افتكرتك بتتكلمي بجد. انا مش بحرر. لازم امشي. في ناس هتروح المدينه. يا جنون. هو هلا عم يضربني يعني؟ طيب تعال حاش تفوت. ايه رايك في بدلتي؟ انيقه. جبتها منين؟
النادي خاص. يا حبيبي يا اهلا وسهلا. طب الافنجرز وينهم؟ كمان يمكن على ناروتو. احلى شيء ساوي اني تهرب. فكره كويسه. في الحقيقه مش لازم نعمل ده لو انتم مش عايزين. احنا طبعا عايزين. ايش اللي راح يصير؟ دكتور أكتيفيوس، اول واخر تحذير. ابعد خالص عن طريقنا. يا سلام. كل واحد فيكو عنده مهمة. صفوا حساباتكم لما نخلص. يلا. هو ده. اوكي. يا ساتر. هذا رحيل عن أم المحافظ ومؤيدين المحافظ. كل السنين دي، كل الكذب ده انتهى يا نورمان. هو ده وقت الحقيقة. يا سلام، ايش اللي صار؟ بعد 24 ساعة. معكم ماري مع تقرير ليلي بيوجل حول الهجوم الارهابي البيولوجي. الى وقتنا هذا ماري كويسة؟ ايوه كويسة. ممكن تناولني الحاجات دي؟ اكيد. من السمور الدولية اللي بيحافظوا على تجديد الأمن في كل نقط العبور. الشرطة تتواصل مع جماعة السمور لمحاربة الهاربين من رايكر ورافت. أثناءها العمدة أوسبورن ألقى باللوم على سبايدر مان لفتح السجون والمرض المتفشي في المدينة، ووصفه بأنه هارب بس ما قدمش أي دليل. وكتير بيعتقدوا أن العمدة بيلقي اللوم بس، زي ما كشف تقرير صحيفة بيوجل أن المرض نشأ في مختبر أوسكور بالسري، واللي موقعه موجود هنا في ولاية مانهاتن. وأوسبورن مصر إن أوسكور بشغالة مع إيه علشان العلاج، بس ما قدمش أي دليل إضافي يدعم الإدعاء ده.
حرب عصابات صارت بالمدينة حاسس أنا. أوكي سبايدر مان عاد. ناروتو سوري ناروتو. أنا سبت ده يحصل إزاي؟ جات لي مكالمة من المستشفى قالوا لي إن أنت في غيبوبة. أنا محتاج أرجع الشغل. الدكتور بيقول إن عندك 14 عظمة مكسورة وده معناه إن عندي 192 عظمة سليمة. شكراً على اعتنائك بي. الصعب كان في إخفائك من السمور. أنت عارف إن هم مخلينك هدف أساسي. أقبل الشرف ده بتواضع. هو إيه اللي بيحصل لمدينتنا يا يوري؟ مش عارفة حاسة إنها نهاية العالم. ممكن إيه والله هي. طيب أصدقائي لهون بنهي هذا الفيديو. بتمنى تكونوا استمتعتوا. لا تنسوا أصدقائي تتابعوا الفيديوهات القديمة وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتقترحوا علي بالتعليقات بعد المودات اللي موجودة. طبعا بتمنى منكم أصدقائي كمان تتفاعلوا دائما مع الفيديوهات اللي بنزلها لأني هذا الشيء بيدعم القناة. وشوفكم أصدقائي بالفيديوهات القادمة وإلى اللقاء.